I'm Amy Sultan. I'm a dancer. أنا أصلاً كنت باليرينا ويعني أنا برقص من أنا عندي 15 سنة بالي، كنت بروفيشنال يعني ده كان شغلي. أنا بس درست هندسة ديكور في الجامعة. شغالة على مشروع لتطوير الرقص الشرقي عامة، مش بس الرقص الشرقي كمان الموسيقى الشرقية العربية، علشان الموسيقى العربية في انقراض. أنا إيمي سلطان وحابقى معاكم في الشي آرتس بمحاضرة The History of Egyptian Dancing أو تاريخ الرقص المصري. استنونا في الشي آرتس هي الفنون من 9 ل 11 سبتمبر في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.